السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفه خفيفه ظريفه توجد بالخف. راح نديروا لي شوروز ولا تشوروز، كل واحد كيف يسميهم. اذا سهله، حاجه الاولى شعلوا كاسرونه تاعنا، ما من المقادير يعني يكونوا مضبوطين ماشي كومبليكي. عندي كاس تاع ماء تاع 200 مللتر 240 مللتر، هكذا هذا تاع 220 مللتر نورمالمون. نزيد لهم غرفه كبيره تاع زبده، هاي ديك مغرفه عمروها مليح وحطوها ونخلوها تذوب. نزيدوا لها مغرفه كبيره تاع سكر، قرصه تاع ملح، وشويه تاع لافاني. لافاني غربلتها مليحه باش ما ديرلكمش لي كريمو في لاباط تاعكم. نخلطوها، نخلو دوك حتى الماء تاعنا زبده تذوب، وغير تبدا تغلي نحبسوها. هنا كما راكم تشوفوا راهي بدات تغلي، نطفي عليها النار، نديرها في ريسيبيون بسم الله باش نخدم الات. ونجيب نفس الكاس اللي قست به الماء نعمرو فارينا بسم الله. عندي كاس تاع فارينا كومبلي، ممكن نسحقو شويه زياده على حساب الفارينا تاعكم تشرب ولا ما تشربش. هكذا نخلطها دوكا، هذا ندخلو مليح الفارينا حتى تولي ما تبانش كامله، وفي نفس الوقت نقصو لها شويه سخانه تاعها باش ما يطيبناش البيت. تما دوك نبقاو نخلطوها هكذا واحد 3 دقائق برك. دوك نكسر عليها حبه بيض الاولى ونخلط مليح، هي الدومون دي حبه ونص ماكسيموم جوج حبات الكميه هذه تاع لاباط. نخلطوها دوك مليح، نعم بزاف تدخل مليح في لاباط. هي ما لازمش تجي حك مروحه بزاف وما لازمش تجي طريه بزاف. نحي البياض، ندير وحده صفر بيض برك، هذا صفر وحده، ونكمل نعاود نخلطها. دركا باش ما نطولوش نديروها في لابوش. درت المقله تاعي تسخن ونجو نخدموها. سيو وحده ممكن تكون لاباط خفيفه ممكن تكون ثقيله، اذا كانت ثقيله نزيدو لها شويه بياض بيض، اذا كانت خفيفه نزيدو شويه فارينا. سيو وحده ونشوفو اذا حكمت ليتري ولا لا. كوبيوها معنا الشغل تاع المقله تهبط وحدها. هذه راهي تبان بلي مخصوصه شويه فارينه، واش ندير؟ نعاود نهبطها في البول تاعها باسكو قلت لكم كاين فارينه تشرب كاين ما تشربش، ونزيد لها شويه فارينه. زدنا شويه فارينه، مغرفه كبيره هكذا زوج مغارف كبار ماكسيموم، ونعاود نخلطها مليح. يعني لاباري هذه فيها الدواء، ماشي قال تخافوا تخسر لكم ولا، انتم عندكم ميزانكم. هكذا مقص في كاس، في كاس ماء، نحبط لاباس تاعي، نعبز 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 نمشيها، نقطعها، هكدا، ها المشكل، لازم نقطرو شويه المقص باش ما تطرطقلناش الزيت هذيك، نخلو نطيبو بالخمسه خيرا، هكدا خمسه سته يطيبو ألاز، نقلبوهم مليح ونلتو بيهم، هكدا كي يتحمرو مليح نقطرهم شويه، وديراكتومون نحطهم في طبسي شوفو واش فيه، فيه السكر والقرفه. باش نلصق فيهم شويه داك السكر والقرفه بسم الله. هكذا نقلبهم نحيهم من جهه ومن بعد كنجيو نشوفهم في ساعه التقديم. هنا عندي دوكا الشوكولاته تورتنيلا الغنيه بالبندق، نحطها يا اما في باماري ولا في ميكرووند، ندورها شويه باك ونخرجها. اين فوا تذوب هكذا نجيب كاس ونعمرها. وعندي نفس الشيء كريمه جوزلان تورتنيلا، نزيدوها لهنايا تقدموا مع من حبيتو نتوما. هكذا الله الله سيبو، ونجيو ندوقوها بسم الله. غمستها شويه في شيكولا، ريحة القرفة كيفاش راهي تطلع بسم الله. كارثة مع القرفة، صحتكم.